بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق شوطنا الثالث للأفكار الشوط الخامس بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق شوطنا الثالث لألفية الأفكار الخامس بالمجموعة. بسم الله نتقدم أول المراكز معزة محمد كريدي بن طالب المخسي، ووصل في الدوحة مسفر محمد الحميد. نتقدم أول المراكز الدوحة معزة محمد كردي بن طالب الخسي، وثاني المراكز الدوحة مسفر محمد الحميد، وثالث المراكز وصلت داهمة حسن علي المطوي. ونتقدم أول المراكز الله يا معزة محمد كردي بن طالب المنخسي، وثاني المراكز وصل عبد الهادي بن عداي عبد الهادي بن عجلان المري، وثالث المراكز حسن بن علي المطوي، ورابع المراكز التزام فهد عبد الله قرصي. ونتقدم أول المراكز معزة محمد بن راشد محمد بن كردي بن طالب الملخص، وثاني المراكز التزام فهد بن عبد الله القرصي القريصي، وثالث المراكز شواهين عبد الهادي بن عجلان المري، ومع أول المراكز معزة محمد طالب المناخصي، وثاني المراكز وصلت حسن بن علي المطوي. التانين والناموس للأول المراكز ثاني المراكز معزة محمد بن طالب المناخصي الملخص، المركز الثالث الذيبة وزيد بن محمد بن جيل. وتهانينا والناموس فايزين. توقيت الزمن دقيقتين و9 ثواني.